أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة الدفاع المدني. واليوم احنا في معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية المقام على أرض معرض بغداد الدولي. كونوا معنا في هذه التغطية. شاركت مديرية الدفاع المدني بجناح خاص في معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية المقام على أرض معرض بغداد الدولي من خلال عرض الأجهزة والمعدات الخاصة بعمليات الإنقاذ والإطفاء ومعالجة القنابل غير المنفلقة وفريق الاستجابة لحوادث CPRN، كما تم عرض مقاطع فيديوية وعدد من المطبوعات والملصقات والبوسترات الإرشادية لتدعيم الجانب التوعوي لدى المواطنين، حيث لاقى المعرض إقبال الحضور مثمنين جهد مديرية الدفاع المدني في أداء واجباتهم الإنسانية وأعمالهم النبيلة في إنقاذ المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة، معضدين على دورهم الوطني المشرف. يا عراق الرافدين، أنت وسط الخافقين، بالسماء للإباء نحن من شد النطاق، نحن من شد النطاق. أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين. اليوم احنا مع سيد مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علق، واللي هو اليوم مدير الدفاع المدني، شاركت بمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية ضمن هذا الجناح ضمن معدات وأجهزة حديثة. تطلعكم إلى مدير الدفاع المدني والأجهزة اللي أنتم تأمنون إن شاء الله استيرادها للمديرية من خلال المفارز اللي تم افتتاحها حديثا في مدير الدفاع المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم حضرنا للمعرض الأمني والدفاع، فللشركات اللي مشاركة وأيضا مديريتنا مديرية الدفاع المدني العامة أيضا لها مشاركة في هذا المعرض. الغاية من عنده هو اطلاعنا على أحدث التقنيات الموجودة من أجهزة ومعدات تستخدم في عمل الدفاع المدني، وخاصة يعني الأجهزة اللي تخص CPRN، يعني الاستجابة اللي هي تحتاج إلى معدات وأجهزة حديثة تتعامل بها مع المتغيرات، مع التلوثات التي تحصل بين فترة وأخرى. أيضا منتسبين لديهم شهادات علمية تحتاج إلى أجهزة يتعاملون معها، يعني أجهزة حديثة. الحقيقة مديرية الدفاع المدني أخذت بالحصول على كثير من الأجهزة والمعدات الحديثة. أعزائي المشاهدين، شاركت مديرية الدفاع المدني ضمن معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية في دورته 12 المقام في معرض بغداد الدولي. لاحظوا وياكم هذا الجناح وتفاصيله مع رئيس اللجنة الخاصة بهذا. كونوا معنا في هذا التغطية. السلام عليكم. السلام. شلون سيدي؟ شلون صحة؟ الاسم؟ العميد الحقوقي عباس خضير حسين، مدير فريق البحث والإنقاذ العراقي التابع لمديرية الدفاع المدني. أهلا بك سيدي. احنا مشاركة الدفاع المدني اليوم ضمن هذا المعرض المهم باعتباره بالأجهزة والمعدات الخاصة، يوم نشوف الدفاع المدني له أهمية خاصة، نريد نعرف هذه الأجهزة استخدامها أهميتها بالنسبة لواجباتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت الدفاع المدني في معرض الأمن والدفاع المقام على معرض بغداد الدولي، من ضمنها أجهزة الخاصة بالإنقاذ ومعدات الأطفاء ومعالجة القنابل غير المنفلقة.
كذلك شاركنا معرض اللي هو قسم السي بي ار ان لمعالجه تلوث المواد الكيميائيه. مثل ما تشوفون من حضراتكم اجهزه القطع والفصل الموجوده حديثا ومتطوره اللي دخلت للعراق بجهد استثنائي من قبل دوله رئيس الوزراء قائد عام القوات المسلحه ومعالي السيد وزير الداخليه وباشراف مباشر من قبل السيد المدير العام للدفاع المدني المحترم. الاجهزه اللي نستخدمها في اجهزه قطع الفصل في حوادث الاصطدامات وحوادث الانقلابات وكذلك في عمليات البحث والانقاذ على الاحياء او الاموات تحت الانقاض. هاي دخلت بالخدمه عندكم؟ نعم دخلت بالخدمه عندنا. كل جميع مراكز بغداد الكرخور الاصابه بالاضافه للمحافظات جهزت باجهزه قطع والفصل. هاي المعدات الاخرى نريد وياك تتعرف عليها، هذا جهاز منشار؟ هذا جهاز تشغيل معدات القطع والفصل اللي متواجده مثل ما تشوف امامك. جهاز منشار القرصي اللي يعمل بالوقود. هذا استخدمناه يكون محمول في الاماكن اللي ما موجود بها تيار كهربائي نستخدم هي اجهزه فعاله بشكل جيد. هاي حبال الانقاذ تستخدم عمليات الانقاذ يستخدمها فقط فريق البحث والانقاذ اللي متخصصه انقاذ الاشخاص او المحصورين بالبنايات العاليه او في الابار والمناطق المخفضه تحت الارض. هاي البدله شنو فائدتها يعني؟ هاي بدله انقاذ مخصصه لرجل الانقاذ تستخدمها جماعه الانقاذ وكذلك يستخدمها الاطفاء. الميزه اللي بهاي البدله بالاضافه للتجهيزات الاخرى الاجهزه اللي نحتاجها مثل الاجهزه اللاسلكيه، المعدات، المنشار يكون منشار صغير، الاقلام، اي اجهزه استخدمها في معدات انقاذ المعدات. هاي الجهاز؟ جهاز الكون سبيس هو جهاز امريكي المنشا، هذا الجهاز نستخدمه للبحث عن الاشخاص المحصورين تحت الانقاض، يعمل بالتردد. يصير محاكاه عن طريقه نعرف ان العدد الاشخاص الموجودين او الشخص اللي ينادينا نسمعه من خلال جهاز الترصد. زين استخدمتوا اثناء عمليات البحث على؟ نعم استخدمناها العديد من الحوادث منها عمليات التحرير. استخدمنا الاجهزه اثناء عمليات التحرير ضد عصابات داعش الاجراميه. اكو مساله مهمه انه احنا فريق البحث والانقاذ العراقي شارك خارج العراق. نعم. استخدمتوا هاي الاجهزه؟ نعم استخدمنا هاي الاجهزه في مشاركتنا خارج العراق في دوله الجمهوريه التركيه اثناء الزلزال. وابدت فعاليتها بشكل جيد. يمكن هاي التجربة الأولى لكم؟ نعم التجربة الأولى أن خارج العراق وإن شاء الله التجربة الناجحة اللي يعتبر بإشادة جميع المنظمات والفرق المشاركة مع الفريق العراقي. شنو أملك يعني طموحك أنه هذا الفريق يكون دولي؟ يعني اليوم أنتم أول تجربة لكم كانت بالتركيا. أكيد طموحنا أنه يعترف به دوليا عن طريق منظمة الأنسراك العالمية، واللي توجيه الأخير من السيد مدير عام الدفاع المدني المحترم بتقديم الدراسات من أجل الاعتراف. نعمل هذا الشيء بعد هاي الاجهزه الاخرى. هاي الاجهزه ايضا تنصت، هاي تعمل بالترددات. هذا الجهاز باستخدامه عندما استخدم هذه الاجهزه لازم صمت حتى نعرف المكان اللي نعتمد على الضبط الضرب او الحركه مالتهم. اجهزه هاي حقيبه انقاذ مع ملحقاتها يستخدمها المسعف المنقذ متكامله تكون ايضا للبحث وتكون بها كاميرات. هاي الكاميرات اللي تشوفها الكاميرات اللي توجه هاي العصا مالتها تكون توجه بها كاميرا من خلالها يصير التحكم بالكاميرات من خلال مد الانابيب والاذرع مالتها تحديد مكان الشخص المصاب تحت الانقاض. هاي الاجهزه مالتها. هذا الجهاز الاخر؟ هاي الاجهزه نستخدمها ايضا مثل جهاز كون سبيس اللي موجود اجهزه تنصت بس تعمل عن طريق الذبذبه. جهاز مالته التنصت من وضع السماعات تعمل عن طريق اجهزه الذبذبه مالته. بس احنا نلاحظ اكو بدله تختلف بدله الانقاذ عن بدله الاطفاء؟ نعم. شنو الفرق؟ المسميات العالميه. مسميات عالميه، البدله الحمراء تكون بدله انقاذ، البدله البرتقاليه او البدله النيليه تكون بدلات الاطفاء. اوسع وتكون يعني الجزمه مالتها اللي حذاء الاطفاء او الخوذه تختلف عن الخوذ اللي تستخدم للانقاذ. هسه عندكم هاي اجهزه شفنا هذا الريدون يعني عمل بالنسبه والاكو اجهزه المعالجه خلال معرض الدفاع المدني، ما عرضنا بس الاجهزه الخاصه بالبحث والانقاذ، عرضنا كذلك الاجهزه المتخصصه بمكافحه المتفجرات اللي هي عملها رفع المقذوفات الحربيه المتساقطه اللي هو ضمن اختصاص الدفاع المدني. بالاضافه انه عندنا اجهزه نزع الصاعق او التنصت او التفجير عن بعد خمس خطوط واجهزه اللي تكشف المعادن والعبوات اللي تحت الارض. بعد هسه احنا بعد الاجهزه المعروضه؟ الاجهزه المعروضه يعني الخاصه بالمتفجرات راح
مقدم مهند رجال المعالج هو الشخص اللي راح يكون متواجد لتشرح لكم على أجهزة المتابعة. السلام عليكم. شلونك مقدم مهند؟ شلون صحتك؟ اليوم احنا نشوف هاي أجهزتكم وريد نتعرف عليها، يعني تستخدموها، الواجبات اللي انتم بتقومون بها. طبعا عمل صنف المعالجه بالدفاع المدني عمل كلش مهم، وعندنا بعض الاجهزه اللي نستخدمها بالعمليات المعالجه. عندنا هذا الجهاز افانغارد بريطاني يستخدم لرفع المقذوفات الحربيه. مثل ما تعرفوا احنا شغلنا معالجه القنابل غير منفلقه، يعني اللي تختص بالمخلفات الحربيه، فيحتاج لنا اجهزه ضخمه مثل هذا الجهاز اللي يكون الطاقه مالته 150 كيلو الحمل مالته، وايضا مزود بنظام جي بي اس زين وكاميرات عدد 5. عندنا هنا كاشفات سطحيه تستخدم لكشف الالغام بالمناطق اللي احنا نسميها المحظوره او المناطق المزروعه بالالغام. عندنا هاي كاشفات سطحيه امريكيه الـ يعني موديل الامريكي زين. ايضا عندنا جهاز نزع الصواعق، هذا يستخدم لتدمير المخلفات الحربيه. هذا جهاز صاعق من 5 خطوط زين. وعندنا جهاز تصنت، هذا يستخدم للعمليات ازاله المخلفات الحربيه. واجباتكم انتم يعني خلال هذه السنوات المسح اللي انتم اديتوه، قدمتوا لابد انه قدمتوا جرحى او شهداء؟ والله الحمد لله احنا تقريبا الكرخ اكثريتها سليمه، بس بعض الاحيان يعني تجينا واجبات مع دائره شؤون الالغام ونقوم باجراءات مسح ميداني مناطق جدا واسعه. ايضا المجمعات السكنيه الجديده تحتاج الى مسح ميداني وقائمين بواجباتنا، والحمد لله حاليا عندنا كشف منطقه النصر والسلام في ابو غريب، مجمع سكني الجواهري، ومحطه كهرباء الكرخ، وايضا طريق المحموديه كربلاء ان شاء الله. ان شاء الله الله يخليك. موفق ان شاء الله. شكرا جزيلا. ننتقل سيد الهم الى صنف اخر. المقدم الفيزيائي جواد كاظم عطيه، قسم الاستجابه الحواسي بي ار ام، مدير الدفاع المدني. اهلا وسهلا بك. حقيقه مدير الدفاع المدني متمثلة بأقسامها الفنية التخصصية شاركت في معرض الأمن والدفاع بدورته 12. شاركت بالأقسام الفنية التخصصية صاحبة التخصص الدقيق، فريق البحث والإنقاذ العراقي، قسم المعالجة القنابل غير المنفلقة، وقسم الاستجابة الحوادث سي بي ار ان. قسمنا مختص بالاستجابة الحوادث ذات طابع كيميائي بيولوجي إشعاعي نووي. لدينا فريق وطني في بغداد، وعندنا بكل محافظة متمثلة في فريق يرتبط بمديرية الدفاع المدني في المحافظة. أجهزتنا فنية تخصصية، تم دخول دورات تدريبية داخلية وخارجية على هذه الأجهزة، وتم الاستجابة لعدة حوادث أثناء عمليات التحرير وما بعد عمليات التحرير، سواء كانت حوادث عمد أو حوادث عرضية في المواد الكيميائية والمواد الخضراء. هاي الاجهزه نريد نتعرف من خلالها انتم استخدمتوها اثناء مثلا معالجتكم للمناطق الملوثه او عناصر داعش اللي ضربت بعض المناطق السكنيه؟ حقيقه فرقنا استجابت لاكثر من 16 حادث كيميائي يستخدم فيه غازات محرمه دوليا اثناء عمليات تحرير عدد قواتنا الامنيه في نينوى، في كركوك ونينوى والانبار والقياره. كل الأجهزة الموجودة وكل المعدات هي تم استخدامها، سواء كانت معدات وقاية شخصية أو أجهزة كشف أو أجهزة تعريف أو معدات رفع نماذج أو محطات تطهير. أكو بدلة تختلف عن بدلة الأطفاء والإنقاذ؟ بالتأكيد تختلف بدلة متخصصة. هاي البدلة هي صنف بي، المستوى بي، مستوى الحماية بي، وهاي البدلة هي مستوى الحماية أي، وعندنا المستوى حماية سي ودي. البدلات تكون واقية من المواد الكيميائية والمواد البيولوجية. زين هاي بالنسبة هاي العملية التكنولوجية، عندنا أجهزة كشف كيميائي أجهزة كشف بيئة، يعني هذا جهاز الملتري جهاز مختص كشف الأجواء البيئية، حدود انفجار الدنيا، السي ال 2، الاتش 2 اس، البي او سي وما إلى ذلك. أجهزة كشف إشعاعي، أجهزة تحليل كيميائي تنطينا نوع المادة،
بتقنية الFTIR وتقنية الرامال. عندنا كواشف بيولوجية تكشف عن العوامل البيولوجية، جهاز الآيماس يكشف عن العوامل البيولوجية. عدة الهاسكات، هاي كواشف لونية للمواد الكيميائية الموجودة. جهاز تتراكورد، هذا كاشف بيولوجي، أوراق كشف لونية موجودة، بالإضافة إلى عدة رفع نماذج. حقيقة مو كل المعدات الخاصة بفريق CBRN لتعرف مساحة العرض اللي موجودة. باعتبار هسه انت يعني ضابط متخصص، يعني الحوادث اللي انتم يعني تم معالجتها، اكو قدمتوا جرحى او قدمتوا اصابات اثناء مثلا عمليات التحرير في الموصل او في كركوك او في بعض المناطق، او عانيتوا انتم معاناتكم اثناء تاديه هذا الواجب؟ اكيد تعرضت فرقنا الفنيه التخصصيه، وكان هو الفرق متواجده وفق خطة إسناد متبادل تم إعدادها من قبل مدير الدفاع المدني. الفرق تعرضت إلى يعني الفرق فنية تخصصية، لكن تعرضت إلى حوادث بسيطة كونها تمتلك معدات وقاية شخصية كاملة. الدورات اللي أنتم دخلتوها في داخل العراق أو خارج، استفاديتوا بها طبقتوها على أرض الواقع أثناء الواجبات؟ بالتأكيد الدورات التدريبية اللي تلقاها ضباط CBRN في بغداد والمحافظات هي على مستوى واحد، وعكسوها من خلال دورات تدريبية تعد من خلال خطة سنوية تدريبية بالتنسيق مع معاونية شؤون التدريب والتأهيل في المديرية. تعاون الوزارات وياكم؟ تشكيل الفريق يتضمن جهات أخرى ضمن الفريق الوطني في بغداد. وزارة الصحة متمثلة بأطباء طوارئ ومختبر الصحة المركزي، وزارة الزراعة متمثلة بدائرة البيطرة، وزارة البيئة متمثلة بمركز الوقاية من الإشعاع، بالإضافة إلى مديرة البيئة الحضرية. التنسيق موجود، واجتماعات دورية للفريق الوطني يعقد في مقر القسم بشكل دوري. باقي الدوائر يعني احتكاكهم وياكم يعني باعتبار منفتحين على باقي الدوائر من خلال إقامات دورات تدريبية تعريفية، خاصة الدوائر اللي تتعامل مع مواد CBRN بمختلف مواد كيميائية أو بيولوجية، بدورات تعريفية ودورات تطويرية ضمن إغناءات دورات الإغناءات في مدير الدفاع المدني، ورش عمل فيما يخص فرق الحماية الذاتية، فيما يخص خطط الإخلاء، فيما يخص خطط الطوارئ وما إلى ذلك. هذا عمل يعني جدا يعني حديث للدفاع المدني، فريق CBRN واختصاص يعني نعتبره من أهم الأقسام النادرة يعني صراحة، ويمكن يعني قليل من المشاهدين والمتابعين يلاحظون من يقولون CBRN هذا الكلمة اللي هي الأحرف لها شنو معناها؟ هي مختصر CBRN هو مختصر، السي تمثل الجانب الكيميائي، والبي هي الجانب البيولوجي، والآر هي الجانب الإشعاعي، والإن هي الجانب النووي، انطلاقا من كيميكال بيولوجيكال راديشن نيوكلير. أحسنت، بارك الله فيك، شكرا جهودكم. سيدي الغالي، باعتبار اليوم احنا معرض الأمن والدفاع، وش تلاحظون يعني إقبال المواطنين او يمكن لكم او المسؤولين من وزاركم من اللي بدايه الافتتاح؟ زارنا السيد معالي وزير الدفاع المحترم، كذلك زارنا السيد معالي وزير الداخليه المحترم، العديد من النواب، بالاضافه للمواطنين والشركات اللي طلبت التعامل معنا. اقبال المواطنين، هواي من الناس استقبلناهم، وزعنا البوسترات اللي موجوده واللي مطبوعه اللي تخص الارشادات الدفاع المدني. اكو اقبال واسع الدفاع المدني، اكو حب للدفاع المدني، هذا اللي لمسناه من المواطنين، بالاضافه للمسؤولين اكثرهم احتياجاتكم شنو اللي انتم محتاجينه. يعني الدفاع المدني عندهم نمبر 1 رقم الاول. الحمد لله، واحنا هاي كرساله يعني اليوم احنا ضمن برنامج رسالة الدفاع المدني ننقل هذه الرساله للمشاهد والمتابع، باعتبار انه جهاز الدفاع المدني من الاجهزه الخدميه الانسانيه اللي يقدم يعني هذه الاجهزه الحديثه، باعتبار انه اليوم مديريه الدفاع المدني تمتلك اسطول كامل من العجلات الحديثه، معدات حديثه. اليوم انا شفت هذا جهاز القطع والفصل يعني يمكن الفريد من نوعه اليوم، هذا يعتبر هذا انجاز للدفاع المدني. كذلك البوسترات والفولدرات التوعويه والارشاديه، فريق CBRN، فريق المعالجه، اليوم فريق البحث والانقاذ. انا يعني اكو فد معلومه يعني سرقتها صراحة، أنه أكو عندكم فريق راح يكون متخصص دولي ضمن مثلا تشكيل جديد، أنتم تعاون المنظمات الدولية وياكم؟ أكيد، الخطة والدراسة اللي أشرف عليها السيد مدير الدفاع المدني العام المحترم، وبتوجيه مباشر من جناب الكريم، استخدام أو استحداث خطة الاستدعاء بين المحافظات لتعزيز
ملاك فريق البحث والإنقاذ العراقي. حاليا متواجدين في فريق البحث والإنقاذ العراقي دورة للضباط والمنتسبين لتطويرهم وتفهيمهم بعمليات البحث والإنقاذ وتفهيمهم على الأجهزة اللي مستخدمها البحث والإنقاذ ليكون درع الحصين للوطن. ان شاء الله. احنا نشكر جهودكم ان شاء الله، ونشكر هذا المعرض اللي هو مفيد لكل اجهزتنا الامنيه وللدفاع المدني. اعزائي المشاهدين، احنا مستمرين وياكم في تغطيه معرض الامن والدفاع المقام على ارض معرض بغداد الدولي، وعندنا هنالك شركات متخصصه في مجال الدفاع المدني، نتعرف من خلالكم على اهم العروض اللي خاصه بالدفاع المدني. كونوا معنا. أعزائي المشاهدين، ضمن أعمال معرض الأمن والدفاع الدورة الثانية عشر، واللي مشاركة مدير الدفاع المدني كان لها مشاركة ضمن جناح، واليوم نتعرف على شركات هم متخصصة في مجال الدفاع المدني وإجراءات السلامة اللي تتوفر في كل مؤسساتنا الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص. اليوم نتعرف على مسؤول المبايعات في الشركة. يعني مهندس عبد الرحمن، مدير مبيعات الآليات. طبعا شركة روزن باور هي شركة رائدة ورقم واحد بالعالم بهذا المجال، مجال الأطفاء ومعدات الأطفاء. لذلك كانت وزارة الداخلية، مديرية الدفاع المدني حريصة على التعامل والتعاون مع هذه الشركة، لأن وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني حريصة على توفير أفضل المنتجات بهذا المجال، لأن الموضوع يتعلق بحماية أرواح الناس أكثر من كونه موضوع آخر أو تجاري بحت. روزن باور لأكثر من 15 سنة من أول تجهيز كانت بكفاءة عالية جدا. تذكر أول تجهيز للشركة للدفاع المدني؟ 2003. لا مو 2003، 2009. 2009 تم استيراد يعني عجلات من يعني للدفاع المدني. هذه العجلات يعني كانت لها يعني إضافة جديدة للدفاع المدني، يعني استخدمناها في حوادث كبيرة جدا. من 2009 استمرت هذه العجلات إلى 2024 لحد هذه اللحظة يعني تعمل بكفاءة عالية جدا. يعني هاي يعني قليل من الشركات تتعامل مديرية الدفاع المدني إلا كانت شركات رصينة ويعني متميزة في مجال صناعة والأداء والكفاءة اللي تقدمها هذه الشركة. يعني أنا نشكر يعني هذا جهودكم. يعني شهادة نعتز بها أستاذ، يعني شهادة نعتز بها من حضرتك. وبالمناسبة أستاذ، بالنسبة للعراق وحتى الشركة الأم، مع الأسف الأوضاع اللي كانت سابقة، وإن شاء الله هسه الأمور إن شاء الله أحسن بهواية، العراق ومديرية الدفاع المدني العراقي تعرضت وأخمدت حرائق ومشاكل كبيرة كلش ممكن بغير دولة ما يتعرضوا لها خلال 100 سنة. صح فعلا. فلذلك حتى بالتدريب لما يروحون جماعة الدفاع المدني العراقيين يكونون متميزين جدا عن البقية، وبهاي شهادة البراند وشهادة الشركة النمساوية. طبعا شركة روزن باور هي مو بس فقط تجهز عجلات أطفاء، يعني هي الرائدة بالمجال، وتجهز عجلات تخصصية ثانية اللي هي عجلات التدخل السريع وعجلات أطفاء المطارات والطائرات، حوادث المطارات وحوادث الغابات، بالإضافة إلى عجلات تخصصية تعمل في الحقول النفطية، بالإضافة إلى معدات السلامة. معدات السلامة من خوذة الحماية إلى المضخات الخارجية إلى كل الأدوات اللي يحتاجها رجل الإطفاء بهذا المجال. رسالتنا حمايتكم، هدفنا انقاذكم. مشاهدينا، في الختام نامل ان تكون هذه الحلقه قد نالت رضاكم. انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم رساله الدفاع المدني. شكرا لحسن المتابعه، مع تمنياتنا لكم بالسلامه والامان، مع تحيات كادر البرنامج.